من وزير حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان ووزير الصناعة هذا كوكتيل محمد شياع السوداني اللي الجميل بالأمر قبل فترة كان أكو مهرجان دعم الصناعة الوطنية والقاعة والسبيكرات والماء والشربت وكلها هو صناعة مو محلية زين يعني في الشيء نقيض. تعرف من وزير التربية العراقي؟ لا والله. وزير التخطيط؟ لا والله. وزير الخارجية؟ الجعفري. وزير الداخلية؟ الداخلية ما يعني ما نعرفهم بصراحة. ليش ما تعرفهم؟ أربع سنوات. أربع سنوات مو ما قدموا فشي للبلد هذا. مجرد اسم. بس مجرد اسم يعني. لا ظهروا فتشي للبلد هذا لا. زين ميسي تعرفه؟ ميسي أكيد معروف. ميسي هذا أكيد معروف. من وزير النقل العراقي؟ وزير النقل العراقي والله شايف صورته بس ما أعرف اسمه. تعرف من وزير الزراعة؟ لا والله. وزير حقوق الإنسان؟ ولا أعرف كل واحد والله. ليش ما تعرف؟ ماكو لا لنا اتصال بهم ولا هاي ناس إحنا عمال والله وكيلك حتى قطعنا الجوع بالله. وزير الثقافة العراقي؟ أعرف الوكيل الجابري. والوزير؟ الوزير كردي. طيب وزير الكهرباء؟ الفهداوي. جيد. وزير التجارة؟ جميلي. جيد. تعرفهم كلهم؟ لا القاب معروفين ذولا. وزارة التخطيط؟ مخضرمين ذولا. ليش مخضرمين؟ يعني ماخذينها سرقفلية. وزير التجارة؟ وزير التجارة محمد الشياع السوداني. وزارة الثقافة؟ الفرهاد يمكن الكردي هذا الفرهاد. ليش ما تعرف اسمهم صار اربع سنوات؟ والله ما اعرف عنهم لانه ما يتواجدون يعني ما يطلعون بكثره هم اي ملتين يعني بشغلاتهم الخاصه وهاي. خلنا نحكي لك انا شايف 10 حكومات من نور السعيد وعبد الاله وغازي وعبد الكريم الله يرحمه يا رحمه الله على روحه والباقي الله وكيلك كل من ترس جوب. أساس الدولة هي المدارس. أساس الدولة إذا كل شهر 20 يوم عطلة زين هاي الطلاب كلها راح تصير أمية. وقبل اللي يتزوج يطول سلفة هسه اللي طل يطول سلفة. من وزير التخطيط العراقي؟ ما أعرفه. وزير التربية؟ أمل ما أعرف. وزيرة الصحة؟ أقبال يمكن؟ يمكن. وعديلة؟ أقبال أعتقد. أقبال وزير التربية؟ أقبال التربية عديلة صح. شابين هذا يعرف أكثر مني. ليش ما تعرفه؟ ما موجودين على الساحة. لا 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 لا. حسان محامي وزير العدل ما أعرفه. حيدر العبادي منه؟ رئيس جمهورية؟ رئيس وزراء؟ باقي ليش ما تعرفه؟ ما لهم ظهور على الشاشة. زي وزير الشباب بالرياض ما انتو شباب ما اعرفهم ما تعرفهم. وزيرة الصحة تعرفها منه؟ لا والله ما نعرف. وزيرة المريض؟ وزارة الثقافة؟ ما نعرفها والله. الداخلية العراقية؟ الداخلية القاسم العرجي. وزير الشباب بالرياض؟ أحمد راضي غير. وزير العدل؟ ما اعرفه. وزير الاتصالات؟ معذرة. وزير النقل؟ النقل ما. وزير المالية؟ كان هو شهر جبار بوقتها الشام. البلديات ما ذكره. رئيس الوزراء من؟ لا. خطية حيدر العبادي لازم نعرف هذا. زين ليش الباقي ما تعرفوه؟ أربع سنوات صح؟ أول شيء كنا نعرفهم قبل ما يتغيرون. من صارت واحد بالوكالة واحد طلعوا صارت إصلاحات خبطت علينا.